إذا نذهب إلى ملف يتعلق بالقرارات الأخيرة التي اتخذت من الحكومة ومجلس النواب المتعلقة بتقديم تسهيلات لأهلنا من قطاع غزة الذين لا يحملون رقما وطنيا، عندهم جوازات مؤقتة. اتخذت قرارات من بينها السماح لهم بتملك قطعة أرض، السماح لهم بتملك شقق سكنية ضمن معايير وشروط محددة. للحديث عن أثر ذلك وانعكاسه إجرائيا على سلوك أهلنا من قطاع غزة، معنا على الهاتف الدكتور طلال الزبن، رئيس قسم الإعلام في دائرة الأراضي والمساحة. مساء الخير دكتور طلال. أهلا مساء النور، الله يعطيك العافية أستاذ. يعني نبدأ بسؤال، يعني هل ثمت إقبال من قبل أهلنا من حملة الجوازات المؤقتة من غزة على شراء الأراضي والشقق؟ يعني هل لاحظتم إقبالا؟ كيف يمكن وصف حركتهم؟ طبعا أستاذ، كان بالأمس اليوم الأول بدأ استقبال طلبات اخواننا من ابناء قطاع غزه من فاقدي حق المواطنه، واليوم كمان كان عدد بالزياد اكثر. نعم، يعني ما في ارقام محدده دكتور طلال؟ والله لله ما في ارقام محدده، لكن الاقبال يعني بدا يتزايد من اليوم الاول لحد اليوم اللي احنا نحكي فيه هذا. نعم، هو بالعاده بيقدم طلب ثم بعد ذلك؟ الان توجهات وظيفه مدير عام دائره الاراضي والمساحه تم توفير جميع التسهيلات للاخوان من اجل تقديم الطلب. وكان من اجل تنفيذ ايضا قرار مجلس الوزراء رقم 2181 تاريخ 3/12/2018. هذا القرار اجى بالموافقه على التملك ابناء قطاع غزه وفق الاليه التاليه: يتم تقديم الطلب التملك الى دائره الاراضي والمساحه مرفقا به: واحد، صوره مصدقه عن جواز السفر الاردني ساري المفعول. اثنين، صوره مصدقه عن البطاقه البيضاء ساريه المفعول ممنوحه لابناء غزه. ثلاثه، شهاده زواج مصدقه بتاريخ حديث او شهاده وفاه اذا كان الزوج متوفى وكانت رب الاسره هي الزوجه. نعم. اربعه، صوره عن سنه تسجيل مخطط الاراضي واذن اشغال بتاريخ حديث. هاي الاوراق بالنسبه للاوراق المطلوبه. الان تحسم في دائره الاراضي ولا تنتقل الى رئاسه الوزراء؟ يعني من يحسم الموافقه، انتم ولا؟ احنا بعد ما تكتمل الطلبات نقوم بدراسه الطلب ثم نخاطب وزاره الداخليه من اجل الرد على التوفير اللازم لوصف دائره الاراضي المساحه. تفضل. تفضل دكتور. يعني كم يتوقع ان يكون رد في 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 توقيت معين، اسبوع اسبوعين حتى ترد الداخليه، ولا لسه ما صارش في تجربه بالموضوع؟ لا ما في توقيت، ولكن انه اتجهت من دوله الرئيس كانت انه المفروض يكون في صعب الاجراءات، وان شاء الله نحن راح نكون سريعين بالاجراءات وبما يرضي اخواننا المواطنين من ابناء قطاع غزه. هل هناك اشتراطات محدده؟ يقال انه في اشتراطات على قطعه الارض او على الشقه، في اشتراطات محدده؟ قرار مجلس الوزراء اجى قرار واضح استاذنا بمقدار التملك. مقدار التملك كان شقه سكنيه في عماره واحد او منزل مستقل لغايه السكن على قطعه ارض لا تزيد مساحتها عن دنم، او قطعه ارض فارغه لا تزيد مساحتها عن دنم واحد لغايه بناء المسكن الشخصي، يعني وحده سكنيه واحده استاذ. نعم. يعني هذه هي الاشتراطات. بدي اشكرك دكتور طلال على وقتك، بدي اشكرك على كل هذه. الله يعطيك العافيه، واحنا بخدمتكم جاهزين. شكرا دكتور طلال الزبن، رئيس قسم الاعلام في دائره الاراضي والمساحه. شكرا. ايضا معنا على الهاتف للحديث عن القرارات الاخيره المتعلقه بحمله الجوازات المؤقته من اهل غزه الكرام، معنا الاستاذ فرج شلهوب والخبير بالشؤون الفلسطينيه. استاذ فرج مساء الخير. مساء النور. يعني قرارات، يعني تابعنا مقالتك اللي تحدثت فيها عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة بشقية الحكومة ومجلس النواب فيما يتعلق ببعض التسهيلات المقدمة لأهلنا من قطاع غزة، وأيضا كان لديك بعض الاحترازات. كيف تقيم هذه القرارات؟ ثم يعني لو أردنا أن نتحدث أيضا عن الممكن الأفضل والذي يمكن أن تحسن فيه هذه القرارات، تفضل. يعني هو الحقيقة الخطوة الحكومية وقرارات مجلس النواب المتعلقة بأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن الأخيرة الحقيقة خطوة إيجابية، لا يسعى الإنسان إلا أن يثني على هذه الخطوة لأنه انتظر الناس طويلا. صحيح. يعني قرارات حكومية تخفف عن هذه الشريحة في كثير من الحقوق المدنية. نعم. والقرارات الحقيقة تعلقت بثلاث مسائل متعلقة بتثبيت ملكية أرض أو شقة للسكن، وقرار متعلق ب تصريح العمل الغاء تصريح العمل. والمساله الثانيه عفوا، يعني هو في الموضوع تصريح العمل الحقيقه هي خطوه ايجابيه، وهذا كان قبل ثلاث سنوات. نعم. فرض تصريح عمل على ابناء غزه
بينما كان قبل 3 سنوات ولعقود طويلة هذا الأمر غير موجود، وبالتالي القرار الحكومي المتأخر هو عودة إلى الأصل. نعم. وهو الأمر الطبيعي الحقيقة في معاملة هذه الشريحة من المواطنين اللي يقيموا على الأرض الأردنية منذ نحو نصف قرن. لكن هناك إشكالية الحقيقة متعلقة بهذه القضية، وهي جزء من التحسين المطلوب أنه القرارات وزارة العمل تمت مجموعة كبيرة من المهن المغلقة على غير حملة الأرقام الوطنية، وبالتالي حتى لو سمح لأبناء قطاع غزة أن يعملوا بدون تصريح عمل فلا تزال هذه المهن وهي بالعشرات الحقيقة وتصل نحو 90% من مناحي العمل العام في القطاع الخاص، نتكلم وليس عن القطاع الحكومي، صحيح، مغلقة على أبناء قطاع غزة. لذلك الحقيقة حتى يكون القرار له مضمون صحيح، فأنا بتقدير ينبغي أن يترافق القرار الحكومي مع اللي هو عدم إغلاق هذه المهن في القطاع الخاص على أبناء قطاع غزة، وإلا لا معنى أن تلغي عنهم تصريح العمل بينما هم لا يستطيعون أن يعملوا في هذه المناشط الاقتصادية المختلفة. فيما يتعلق الحقيقة بموضوع اللي هو تسجيل ملكية بيت أو شقة أو قطعة أرض بما لا يتجاوز الدنم، الحقيقة كما يبدو أن النوايا الحكومية نوايا إيجابية، وهذا ما يؤشر عليه جملة القرارات المتأخرة. لكن كما يبدو أن هنالك في الجانب الفني من يحاول تطبيق القرار الحكومي يقع الحقيقة مزيد من العقبات التي تفرغ القرار من أي معنى وبعد إنساني. فعلى صعيد مثلا اللي هو الدنم الأرض، عندما تنص اللي هي دائرة الأراضي أو من وضع التعليمات المتعلقة بالأمر أنه لا بد أن يكون الدنم مفروز بمعنى أنه غير مشترك مع آخرين، هذا يلغي الحقيقة الفكرة من أساسها، لأنه 90% من أبناء قطاع غزة مقيمين في مناطق الحقيقة في مخيمات، والأراضي حول المخيمات هي أراضي زراعية، صحيح، وليست داخل التنظيم، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يفرز. يعني جرش فجوز هي المثال الحيوي على نعم ده. المخيم غزة على سبيل المثال نتكلم عن نحو 40 إلى 45 ألف مواطن، أغلبهم اشترك قطع أراضي بجوار المخيم، وهذه أراضي الحقيقة أراضي زراعية لا يسمح بالإفراز فيها بأقل من 3 دنومات ونصف، وبالتالي هذا الاشتراك يحرم هذه الشريحة الواسعة من الناس من أن يسجلوا هذا الدنم اليتيم بأسمائهم، مع أنه نصنا لا يكون هناك تقييد. أصل الفكرة هو السماح لهذه الشريحة أن تسجل ملكياتها بأسمائها، لأنه في مشاكل عويصة جدا نشأت عن تسجيل أبناء قطاع غزة أملاكهم بأسماء آخرين من أقاربهم أو أنسبائهم أو جيرانهم أو إلى آخره. الأفضل أن يسمح لهم بتسجيل ملكيتهم لعقاراتهم أو بيوتهم. أن تشترط أن يكون دنم وليس أكثر أو شقة وليس أكثر، هذا بحد ذاته اشتراط، ثم أن تشترط أن يكون الدنم الحقيقة مفروزا في أراضي زراعية لا يفرز فيها أقل من 3 دنومات ونصف، ثم تطلب عقد زواج، يعني لا يجوز للمرأة أن إذا كانت أرملة أو كانت غير متزوجة ومتقدمة في السن أو بعض المشاكل العائلية تشترط وجود اللي هو عقد الزواج ولرب الأسرة، ثم تشترط الشرط بعد مسموح ذلك مسموح الأرملة مسموح، يعني على كل حال في إجراءات رتبية طويلة، أنت تتقدم لدائرة الأراضي، دائرة الأراضي تقدم المعاملة لوزارة الداخلية، بعد أسبوعين يأتي الإجابة ثم ترفع إلى رئاسة الوزراء، صحيح. لماذا كل هذه الإجراءات مع أن القرار واضح هو تطويب دنم لهذا الإنسان الذي يحمل جواز سفر أردني مؤقت ساري المفعول؟ نعم. مدام يحمل جواز سفر أردني ساري المفعول ثبت ملكيته باسمه، ما مدى هذا يجب أن يحصل في دائرة الأراضي؟ فيش داعي أنها تروح القصة أبعد من ذلك، ما في داعي، يعني مجرد إبرازه لأنه يحمل جواز أردني مؤقت معنى ذلك أنه حصل على الموافقات المختلفة للحصول على هذه الوثيقة، ونحن بصدد توثيق ملكية مش بصدد يعني منع حق ولا إلى آخره. فأنا تقدير أن هذه الإجراءات الطويلة ليست إيجابية، مع العلم أنه قبل سنوات كانت دائرة الأراضي تجري معاملات تطويب لأبناء قطاع غزة ب10 دنومات وأكثر من ذلك، وأنا أذكر بعض أقاربي مثلا على سبيل المثال يعني سجلوا قطاع أراضي 10 دنومات وأكثر من ذلك بالإجراءات العادية والطبيعية، وأذكر هذا في سنة الثمانينات والتسعينات، ثم تغير الإجراء الحكومي دونهم عبر رئاسة الوزراء ثم أوقف هذا الموضوع ثم العودة إليه مرة ثانية. أنا بتقديري المسألة تحتاج إلى موقف إنساني، نحن نتكلم عن توثيق ملكيات شريحة من المواطنين خروجا من إشكالات قانونية الحقيقة في المحاكم موجودة، طبيعي حقوق لناس، توثيق ملكية هؤلاء لا يحتاج لكل هذه الإجراءات ولا يحتاج لكل هذه الاشتراطات وهذه القيود.
النية الحكومية والإرادة الحكومية واضح أنها تريد أن تخفف عن هذه الشريحة من بعض معاناتها، لكن كما يبدو في التفاصيل أحيانا تدخل بعض المسائل التي تخرج القرارات المضمونة. يعني نتمنى على دكتور رزاز أن يحطم هذه العصية التي قد تكون في دولاب حركة وحكومة. هذا هو المأمور الحقيقة، وهذا رجاء الناس الحقيقة. إنه هالموقف الحكومي الإيجابي أن لا يتم خلط الحقيقة بالموقف السلبي. يعني يلغي الفكرة من أساسها ويلغي البعد الإنساني في القرار الحقيقة الحكومي. أتفق معك. بدي أشكرك شكر جزيل، شكرا لك الأستاذ فرج شلهوب الخبير بالشؤون الفلسطينية، حدثنا عن القرار الحكومي الأخير. وأنا أتفق مع الأستاذ فرج شلهوب على أن ما دام أنت اتخذت قرار لا تعقدهاش. ما دام اتخذت قرار تخليش البيروقراطية تحط العصي في دولاب القصة. ما دام القرار إنساني يعني خليه يكون مبسط، وهذا اللي بتمناه. وإذا صارت العراقيل نتمنى على الدكتور رزاز ومجلس النواب إنه يتخذوا قرار بتسهيل كل هذه الإجراءات. نكتفي بالحديث عن هذا الملف وقفة ثم نعود.